الفصل السابع من رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ. قمة النجاح أن يقتل معا نبوية وعليش، وما فوق ذلك يصفى الحساب مع رؤوف علوان. ثم الهرب إلى الخارج إن أمكن، ولكن من يبقى لسنا؟ الشوكة المنغرزة في قلبي. أنت تدفع بأعصابك بالعقل، عليك أن تنتظر طويلا وتدبر أمرك ثم تنقض كالحدأ. الآن لا فائدة من الانتظار، أنت مطارد منذ علم بالإفراج عنك، وأنت مطارد، وبحادثة السيارة ستشتد المطاردة، ومحفظة ابن صاحب المصنع لا تحوي إلا جنيهات معدودة، فهذا أيضا من سوء الحظ، وإن لم تضرب سريعا انهار كل شيء. ولكن من يبقى لسنا؟ الشوكة المنغرزة في قلبي، المحبوبة رغم إنكارها لي. هل أترك أمك الخائنة إكراما لك؟ أريد جوابا في الحال. كان يحوم حول البيت القائم على مفرق ثلاثة عطفات بحارة سكة الإمام في ظلمة حالكة، والسيارة تنتظر في نهاية الطريق من ناحية ميدان القلعة. أغلقت الدكاكين وخلى الطريق، وظاهر أن أحدا لم يكن يتوقعه، وفي هذه الساعة يأوي كل مخلوق إلى جحره، لا ينتظر أن يذهمه أحد ليحاسبه، وربما أعد عدته ولكنه لن ينتني عن عزمه. ولو عاشت سناء وحيدة العمر كله، ذلك أن الخيانة بشعة جدا يا أستاذ رؤوف. وتطلع إلى نوافذ البيوت ويده قابضة على مسدسه في جيبه. الخيانة بشعة يا عليش، ولكي تصفو الحياة للأحياء يجب اقتلاع الخبائث الإجرامية من جذورها. واقترب من باب البيت ملاصقا الجدار، ثم دخل وصعد السلم في حذر شديد وظلام دامس مارا بالدور الأول فالثاني ثم الثالث. ها هو الباب المغلق على أدنى النوايا والشهوات، من سيفتح إذا طرق الباب؟ هل تجيء نبوية؟ هل يكمن المخبر في مكان ما؟ النار تنتظر المجرمين، ولو اضطر إلى اقتحام الشقة لا بد أن يعمل، وأن يعمل في الحال، فحرام أن يتنفس علي السدرة يوما كاملا وسعيد مهران طليق. وستفوز بالهرب سالما كما فزت عشرات المرات، وكما تتسلق العمارات في ثواني، وكما تثب من الدور الثالث فتصل الأرض سالما، وكما تطير إذا شئت. وطرق الباب يبدو ضروريا، ولكنه سيثير الريب، وبخاصة في هذه الساعة، وستصوت نبوية حتى تملأ الدنيا غبارا، ويجيء الأنذال ويظهر المخبر أيضا. فلتحطم الشراعة، هذه هي الفكرة التي كانت تدور في رأسه وهو قادم بالسيارة من بعيد. ها هو يعود إليها أخيرا، وأخرج مسدسه ووجه منه ضربة إلى زجاج الشراعة من خلال القضبان المتوية، فتحطم وتناثر محدثا صوتا كالصراخ المبحوح في صمت الليل. اقترب من الباب حتى كاد يلتصق به، وصوب مسدسه إلى الداخل، وانتظر بقلب خافق وعين غائصة في الظلمة الردهة، وترامى صوت يصيح من؟ صوت رجل، صوت علي السدرة، ميزه رغم نبض الصدغ المدوي، وفتح باب في الناحية اليسرى فخرج منه ضوء خفيف، ثم لاح شبح رجل يتقدم في حذر. ضغط سعيد على الزناد فانطلقت الرصاصة كصرخة عفريت في الليل، وصرخ الرجل بدوره وتهاوى فأدركه بأخرى قبل أن يستقر فوق الأرض. وانطلق صراخ حاد مرتعب مستغيت بائس، صوات نبوية فصاح بها وسيأتي دورك، لا مهرب مني، أنا الشيطان نفسه. والصدار ليهرب ومضى يثب فوق الدرجات بلا حرص حتى بلغ بئر السلم في ثواني. وقف ينصت لحظة ثم مرق من الباب، فصار على كثب من الجدار في هدوء، ثم سمع نوافذ وهي تفتح وأصواتا وهي تتلاقى في تساؤل ونداءات غامضة، وبلغ موقف السيارة عند رأس الطريق فجذب بابها ودخل. وعند ذاك لمح شرطيا قادما يجري من الميدان نحو عطفة سكة الإمام، فغاص في أرض السيارة، وواصل الشرطي جريه نحو السراق،
فلبث في مكمنه حتى اطمأن إلى بعده من وقع قدميه، ثم نهض في حذر شديد، فجلس وسط عجلة القيادة وانطلق بالسيارة دون إبطاء، وطار مع الميدان في سرعة طبيعية والضجة تلاحق حواسه، ولفها ذهول شامل فساق السيارة بلا وعي. القاتل هناك رؤوف علوان، الخائن الرفيع الممتاز، أهم في الواقع من سدرة وأخطر. القاتل أنت من زمرة القتلة، جنسية جديدة ومصير جديد، خطف أرواح خبيثة بعد خطف أشياء ثمينة. سيأتي دورك، لا مهرب مني، أنا الشيطان نفسه. بفضل سناء وهبتك الحياة، لكني أحطتك بعقاب أشد من الموت، هو الخوف من الموت، الذعر الأبدي. لن تذوقي للراحة طعما ما دمت حيا. انحدرت السيارة في شارع محمد علي، وما زال يسوقها بلا وعي ولا فكرة عنده البتة عن المكان الذي يقصده. الآن يردد كثيرون اسم القاتل، فعلى القاتل أن يختفي، عليه أن يحذر ما أمكنه حبل المشنقة. لا تمكن عشماوة من أن يسألك ماذا تطلب، وعلى الحكومة أن تجود بهذا السؤال في مناسبة أفضل. وانتبه إلى نفسه، فإذا بالسيارة تقطع آخر شوط في شارع الجيش مندفعة نحو العباسية، فانزعج لهذه العودة الغريبة إلى المكان الخطر، وضعف من سرعتها حتى بلغ منشية البكري في دقائق، ثم وقف عند أول شارع متفرع من الطريق العام، وتركها في هدوء دون أن يلتفت يمنة أو يسرى. صار على مهل كأنه يتريض، وشعر بخمود ثم بألم كأنه رد فعل للمجهود العصبي الشديد الذي بذله. لا مأوى لك الساعة، ولا أي ساعة، نور. من المجاسفة أن يذهب إليها الليل بالذات، ليلة التحقيق والشبهات والظلام يجب أن يمتد إلى الأبد.